تربة شر بره وبعيد، ليه اختفوا لي على روحك كده؟ شر ايه يا عبيد؟ دي النومة المريحة، ده انا زرعت جنبها شوية زرع، تقوليش جنة رضوان. وانا راسي هتبقى فين؟ من الناحية دي، لف لف على مهلك على مهلك على مهلك، تفردي جسمك. بصي بقى شوية ورد وفل حواليك وياسمين كده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ تتأثري، دور صعب كتير. المفارقة انه بدأتي مع عبد الحليم بالسينما واخر فيلم لقليك بخلطة فوزية، كمان في صوت عبد الحليم. عبد الحليم تعبتني. الدور صعب قوي اصلا، قوي. تخافي من الموت؟ لا، الموت علينا حق، اخاف من المرض. تصالحتي مع الموت بفكرة انك نمتي بالقبر؟ ساعتها حتى بالترق. يعني مدام إلهام قالت يعني مش هتتشائم، مش قلت لها لا، تعالينا يعني موت علينا حق. إنما المرض وحش، الإنسان يعيش مريض وزملاء تشوفه كده ضعيف. اختبرت المرض؟ أنا لسه قايمة من عملية في رجلي كانت فظيعة جدا، وقعت من على الدوبلكس عندي في الفيلا واتكسرت رجلي. سلامة قلبك. الله يسلمك. صورتي ببرنامج هزي يا نواعم. أيوة. مع الأستاذ سيمو أسمر. حبيبي. اليوم سيمو أسمر يواجه مأزق، مشكلة، كيف بتتصلي فيه، بتسانديه، بتأزريه، بتدعمي، شو بتعملي؟ أنا أمنيتي، أنا لسه واصلة النهاردة ومسافرة بكرة، وعندي ظروف في بلدي يعني مش قادرة أستحمل أن أكون بعيدة عنها. نفسي أكون جنبه في الأزمة دي، وسمعت الأزمة دي النهاردة. بتمنى من الزملاء كلهم، سواء كانوا في مصر سواء كانوا في لأن هو واقف قدام ناس كتير ونجح ناس كتير جدا، وأنا واحدة منهم، ومطربات كبار جدا معروفين لا داعي لذكر اسمهم، لازم يجب عليهم إن هم دلوقتي دورهم إنهم يبقوا جنبه، إنهم يحاوطوه، إنهم يرفعوا معنوياته، إنه لو قدروا يعملوا حاجة في الموقف اللي هو فيه يعملوا. نعم. اليوم لما نجيب نلاقي بانه بمعزل عن الادله والقانون والتحقيقات و بالوصف والاعلام يجب ان يعلم اي خبر بيتناوله، بس في بعض التخاذل من الوسط الفني والتمثيلي والاعلامي، انه لما رمز مثل سيمو أسمر بيواجه المشكلة أو بيسقط بتلاقي الناس عندنا في مثل بالبلد يقول لك لما البقرة تقع سكاكينها تكتا. لا، هو إنسان كويس جدا، عاملنا أحلى معاملة، قدمنا أحلى تقديم في الدنيا. نعم. وقدم ناس كتير كتير جدا، ويجب الإعلام إذا كان في كلمة غلط عليها هو ما عملهاش ما يظلموش، الظلم حرام. لابد هم هيقابلوا في يوم هيتظلموا فيه، مثل ما قال الناقد الصحفي دكتور جمال فياض. قال سيمو أسمر لعدم كفاية الأدلة طلع بريء، بس في كتير ناس بالإعلام أصدروا أحكام مبرمة قبل صدور حكم القانون. من حقيقة الأستاذ سيمو أسمر. بعد الفاصل بلتقي مع حد بالسيف، أسئلة حد السيف زي الفيلم يلي عملتي مع نجوى فؤاد. بعد الفاصل.